إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. أنا كنتوجه الآن في واحد العيادة الطبية عند الدكتورة فتيحة الغدوري، الطب العام تخصص التغذية والسكر وأمراض السكري. دكتورة مرحبا بك على قناة شوف تي في. مرحبا، السلام عليكم. شكرا على الاستضافة. اليوم غادي نحاولوا نهضروا على التغذية، كيفاش غادي نتغداو في هذا الشهر رمضان، وخصوصا في هذه المرحلة ديال الحجر الصحي. احنا تنعرفوا اكيد بان الصيام عنده واحد الفوائد كثيرة ومتعددة على الصحة ديالنا، وهذا قد اثبت علميا، بحيث تلقوا بان في بعض البلدان الأوروبية تعتمد الأطباء في بعض المستشفيات على الجوع والصيام باش يحاربوا كثيرا باش يحاربوا بعض الأمراض المزمنة والخطيرة. باش نصوموا رمضان بطريقة صحية وسليمة، تيخصنا ضروري نتبعوا واحد النمط ديال العيش اللي غيكون سليم، ومن بين الأسس ديال هذا نمط العيش التغذية الصحية السليمة المتوازنة المتكاملة، باش نخرجوا من رمضان وحنا بصحة جيدة. هذا العام رمضان تيتصادف مع الفترة والمرحلة ديال الحجر الصحي، اللي هو من بين التدابير الاحترازية والوقائية باش نحاربوا وباء الكوفيد 19. ومن بين الانعكاسات ديال هذا الحجر الصحي انه الحركة قلت، ما بقيناش كنتحركوا بزاف، الناس وقفوا من الخدمة ديالهم، جلسوا في ديورهم، اللي كان تيدير الرياضة ما بقاش تيدير الرياضة، ما بقاوش تيخرجوا بزاف إلا للضرورة. إذن الحركة تنلاحظوا بأن في خلال هذا الحجر الصحي الحركة نقصت بزاف بدرجة كبيرة، وحنا تنعرفوا بأن العدد ديال ولا الكمية ديال السعرات الحرارية اللي خصنا نتناولوها أثناء اليوم مرتبطة بشكل وطيد مع الحركة والنشاط البدني اللي تنقوم به أثناء النهار. يعني كل ما كانت الحركة ديالنا كثيرة، كل ما كنا تنتحركوا بزاف، كل ما كنا تنديروا نشاط بدني، تنحتاجوا نستهلكوا بزاف ديال السعرات الحرارية. في حين وإذا ما كناش تنتحركوا بزاف، وإذا ما كنتش عندنا الحركة بزاف، الجسم ديالنا ما تيحتاجش بزاف من السعرات الحرارية. إذا في هذا رمضان ومع الحجر الصحي تيخصنا ضروري الحصة الغذائية ديالنا اللي تنتناولوها في اليوم تيخصها تكون ناقصة من السعرات الحرارية. بالنسبة للدكتورة، في نفس الوقت تيخصها تشتمل على جميع المكونات والعناصر الغذائية الأساسية اللي تيحتاجها الجسم ديالنا. نعم، كنت بغيت تسولني شي حاجة؟ نعم دكتورة، بالنسبة بزاف ديال الناس كيسولوا كيقولوا بأنه راه ما خصناش نكثروا من الحاجة اللي حلوة، مثلا بحال يعني التمر، ثلاثة الحبات، يعني حتى التمر يعني فيه السكريات على ما أظن، والشباكية وسلو. يعني دابا كاين هذا الحجر الصحي، بنادم ما كيخرجش يتمشى يعني باش يحرق داك الشيء، دابا كيبقى غير كيقلع المغرب كيفطر كيبقى غير في دارو. واش يعني ما خص واش ياكل عادي ولا ما يكثرش من هاد الشباكيه من هاد السلو هذا؟ بطبيعه الحال تيخصنا باش نقصوا، كنت باقي غادي نقول هادشي، باش نقصوا من السعرات الحراريه تيخصنا ضروري نقصوا من بعض الاطعمه. وشنو هي هاد الاطعمه اللي فيها بزاف ديال السعرات الحراريه؟ اولا السكريات، السكريات غنيه بالسعرات الحراريه، وبالخصوص السكريات المصنعه، السكر البيض، السكر البيض خصنا نقصوا منه بزاف، حيت ما فيهش شي قيمه غذائيه مهمه.
السكر الابيض فيه غير السعرات الحرارية الخاوية، ما فيهش الفيتامينات، ما فيهش الأملاح المعدنية. في حين السكريات الطبيعية هي مزيانة للذات ديالنا، بحال التمر، الشريحة، هي مزيانة. علاش؟ حيت فيها اوميتون سكريات وفيها الأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف، إذن فهي ضرورية للصحة ديالنا. حتى هي فيها السعرات الحرارية، السكريات الطبيعية حتى هي فيها السعرات الحرارية، ولكن فيها شي حوايج اخرين مفيدة للذات ديالنا خصنا ناكلوها بالحق، ناكلوها باعتدال. مثلا مع الفطور من 3 حتى 5 ديال التمرات نفرقوا بهم الصيام، ماشي مشكل. ولا الشريحات على حسب الانسان واش عنده زياده ديال الوزن، واش بغى يخرج من رمضان واش هو نقص شويه في الوزن ديالو، ولا بغى يحافظ على الميزان ديالو. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش زياده ديال الوزن يقدروا ياكلوا شحال ما بغاو من التمر. من طبيعه الحال ما تقدرش تاكل كيلو التمر ولا نص كيلو، غادي تاكل 7 ديال الحبات وناكلو بالفرض على باش نديرو بالسنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الواحد اللي تيكون عنده زياده ديال الوزن وخصو ينقص شويه الوزن ديالو، خصو ضروري ينقص حتى السكريات الموجوده في الاطعمه الطبيعيه بحال التمر والشريحه مثلا. اما السكريات الاصطناعيه فهي مشحال ما بدعنا منها، مشحال ما نقصنا منها احسن. بحال الشباكيه مثلا، الشباكيه ما تلقاوش فيها غير السكريات، تلقاو فيها السكريات، تلقاو فيها الدهنيات، وتلقاو فيها البروتينات، حيت هي مصنوعه من الطحين، الطحين الابيض. وحنا تعرفوا بان الطحين الابيض فيه غير السكريات، ما فيهش قيمه غذائيه بحالو بحال السكر الابيض. طحين بالفورس بحالو بحال السكر، المؤشر السكري ديالو طالع بزاف، وعاد تنزيدوا له السكر وتنزيدوا له تنقليوه في الزيت، وداك القلي في الزيت بزاف حتى هو مضر في الصحه. وتنزيدوا الشباكيه واحد الحاجه هي معقده والهضم ديالها صعيب، لذلك ما خصناش نتناولوها في الاول، ما خصناش نسبقوا بها. من بغينا نفرقوا الصيام ما خصناش نسبقوا بها، حيت اذا سبقنا بها هي تحتاج واحد الوقت كبير باش تهضم. ومن غناكلوا فوق منها الاطعمه اللي الهضم ديالها سريع بحال مثلا الفواكه والخضر، ديك الفواكه والخضر تتستنى حتى تهضم الفواكه المعقده واللي الهضم ديالها صعيب عاد تهضم هي. هذا تيتسبب في المشاكل اللي تيعانيو بها بزاف الناس بعد الافطار، بحال التخمه، الكرش، انتفاخ الباطن، صعوبه الهضم، وممكن حتى القبض، الامساك. اذا باش نفرقوا الصيام خصنا نبداو بشي حاجه اللي تدوز دغيا في الدم، شي حاجه اللي الهضم ديالها سهل دغيا تتهضم، وشي حاجه اللي فيها السكريات باش نطلعوا المستوى السكر في الدم وباش نقصوا الاحساس بالجوع. لان السكر من تنكونوا صايمين نهار كامل المستوى السكر في الدم تيكون هابط، ومن تيهبط المستوى السكر في الدم بزاف تنحسوا بالجوع، تنحسوا بالعياء، بالحريق الراس. باش نطلعوا شويه المستوى السكر في الدم ونحيدوا ديك الهفه على الماكله ونحيدوا الجوع، خصنا نسبقوا بالسكريات باش نقصوا شويه الجوع. ومن نجيو ناكلوا ما نغلقوش بزاف، ما ناكلوش بزاف، وداك ما نلقاوش احسن من التمر ولا الشريحه باش نبداو نفرقوا بها الصيام ديالنا مع شويه ديال الماء، باش نهيئوا المعده ديالنا تستقبل الاطعمه المعقده اللي غادي تجي من بعد. ومن ما خصناش خصنا نكثروا بزاف من الخضر والفواكه، لان الخضر والفواكه تنلقاو فيها الماء، وحنايا من تنصومو تنكونو تنكونو فقدنا في النهار بزاف ديال السوائل. اذا الخضر والفواكه فيها بزاف ديال الماء، فيها الفيتامينات، فيها الاملاح المعدنيه، وفيها بالخصوص الالياف الغذائيه. وحنا
حنا تنعرفوا بان الالياف الغذائيه عندها دور مهم في الصحه ديالنا وبخصوص على مستوى الجهاز الهضمي ديالنا. بالنسبه للدكتوره اسمحي لي، انا بزاف ديال الناس كيقولوا بانه حنا في الحسيمه معروفين علينا بثلاثه الحوايج، يعني التمر والحليب كنسبقوا به والحوت صافي، ومن بعد كيرتاحوا واحد شويه كيمشي للفواكه، كيمشي مثلا الدلاح، كيمشي للتفاح، هادشي كيقول لك حنا باش معروفين الناس ديال الحسيمه معروفين بالحوت، وفاش كنمشيو كنفرقوا الصيام كنفرقوا بثلاثه التمرات ديال ثلاثه التمرات ولا خمسه ديال التمرات ومعلكه ديال الحليب، وكنشرب واحد الزلافه ديال الحريره ولا نص ديال الزلافه وكياكل الحوت. قال لك واش هذه زعما واش وجبه، واش وجبه صحيه؟ نعم. اولا باش نبداو بالحليب، ماشي مزيان، لان الحليب هو واحد الاكله ولا واحد الغذاء كامل، فيه البروتينات، فيه الدهنيات، فيه السكريات، هو واحد الاليمون كي كومبليكي اي كومبلي، دونك الهضم ديالو تيستغرق شويه ديال الوقت اكثر. بالنسبه للناس اللي تيجيو من انتفاخ البطن اللي تنفخلو الكرشون، من الاحسن ما يبداوش بالحليب. واخا بالنسبه للحريره، اولا التمر، هضرنا عليه قلنا هي احسن ما ممكن يبدا به الواحد هو التمر وشويه ديال الماء. بالنسبه للحريره على حسب نوع الحريره اللي وجدتي، كاين الحريره اللي فيها الحمص، العدس، اللحم، فيها الطحين، فيها الروز، فيها الشعريه، هذه ما تتبقاش الحريره شي حاجه اللي خفيفه اللي تسبق بها، هذه تتولي وجبه كامله، تيكون فيها بحال كليتي الطاجين باللحم مثلا، حيت فيها النشويات، فيها السكريات، فيها الدهنيات، فيها البروتينات، سي تان غوبا كومبلي. واذا بغينا نسبقوا بشي حاجه خفيفه، من الاحسن نسبقوا بشوربة الخضرة، صوبة الخضرة، أي خضرة بغيتيها طيب تسلق وتطحن، ومن الأحسن ما نزيدولاش المادة الدسمة، يعني ما نزيدولاش الزبدة، ما نزيدولاش الزيت، باش تكون سهلة الهضم. واخا بالنسبة للحوت، فيه بروتينات، والبروتينات ضروري حتى هي تكون شوية باعتدال، ما خصناش ناكلو البروتينات بزاف، ها بالاعتدال. البروتينات الحوت باش نستافدو من القيمه الغذائيه ديالو، ما خصناش نقليوه، ما خصوش يقلي في الزيت، حيت من تنقليوه في الزيت تيجمع الزيوت، والزيت هي ماده دسمه من الدهنيات، والدهنيات عندهم السعرات الحراريه ديالهم مرتفعه وصعيب للهضم. اذا الحوت باش نستافدو منه، اما يكون مشوي، اما يكون طايب في الفران، ولا نديرو معاه طاجين، الحوت اللي يصلح في الطاجين نديروه طاجين ونديروا معاه الخضار، وغيكون مع الخبز وجبه كامله بالاضافه للفواكه. بالنسبه للفواكه، كما قلنا غنيه بزاف، ولا بدا ناكلوها ونكثروا منها، الا بالنسبه للناس اللي عندهم مرض السكر، الناس اللي عندهم مرض السكري ما خصوش يكثروا من الفواكه، ياكلوها بالقياس حيت فيها السكريات بزاف. الدلاح الاستاذ، جميع انواع ديال الفواكه مزيانه وصحيه وغنيه بالفيتامينات والماء والاملاح المعدنيه، جميعها كما بغات تكون، الهنديه، الدلاح، المشمش، البطيخ، كل شيء مزيان. خصنا ننوعوا، الحاجه اللي ما كليناش اليوم ناكلوها غدا، ولا ناكلو جوج ولا ثلاثه في الوقت. واذا بغينا نديروا العصير نديروه بالحق، العصير ما تيعوضش الفاكهه كامله، لان يعني من تناكلوا الفاكهه كامله تناكلوا معها الالياف ديالها، في حين العصير، ما فيهش الالياف، بحال كنشربوا غير الفيتامينات والسكريات اللي موجوده في الفواكه والماء. وحنا تنعرفوا بان الالياف عندها دور مهم بزاف على الصحه ديالنا، على محاربه بعض الامراض بحال الكوليسترول، وخصوصا محاربه الامساك، وعلى مستوى الجهاز الهضمي كذلك. اذا نقدروا نشربوا شويه ديال العصير، ولكن ما نستغناوش على الفاكهه، بغينا نستغناو على العصير نشرب ناكلو غير الفواكه ماشي مشكل. والناس اللي فيهم مرض السكري ما الاحسن ما يشربوش العصائر، ياخذوا الفاكهه كامله ما معصوراش وبالقياس، الفواكه بالقياس بالنسبه للناس اللي فيهم مرض السكري، وما ياخذوهاش قبل الماكله، ياخذوها مور الماكله، في حين ان الانسان بنادم اللي ما فيهش السكر ياخذ الفواكه ديالو قبل الماكله
خصوصا بالنسبه لهذوك اللي عندهم صعوبه الهضم واللي كتجي لهم الحرقه ديال المعده والحموضه وداكشي، ياخذوا الفواكه قبل من الطاجين قبل من الماكله باش تهضم دغيا وما تسبب لهمش في الحموضه ديال المعده. شكرا دكتوره. وما ننساوش نشربوا الماء بين، وما نشربوش الماء في وسط الماكله، نشربوا الماء حتى نساليو الماكله، وما نشربوش الماء يكون بارد بزاف حيت ما حدو تيكون الماء بارد تيستغرق لمده طويله باش في المعده ودونك تيتسبب في النفاخ ديال المعده وبالكرش. يعني ماشي نجيب الماء متلق، كاين شي وحدين مثلا قبل غا كيودن يعني ما ياكل لا تمر لا والو، كيمشي يجبد الماء من الثلاجه وكيبدا يشربه. لا ماشي صحي، الماء في الثلاجه تيكون بارد، درجه الحراره ديالو هابطه، اذا من تندخلوه للكلش ديالنا للمعده ديالنا تيستغرق تما واحد المده حتى تولي درجه الحراره ديالو 37 درجه بحال درجه الحراره ديال الجسم ديالنا الدخلاني، عاد تيمشي في الدم. اذا خصنا ناخذوا الماء وبكميه معتدله، ما نكثروش بزاف وما نشربوش بزاف في مره واحده، نشربوا متقطع في الليل كامل، وانت تشرب شويه كل ما جالك العطش اشرب شي حاجه. بالنسبه للدكتوره كسؤال اخير، هذه الفوائد اللي قلتي ديال الفواكه الدلاح مثلا بالطيخ والتفاح ولا اخره، نعم، هذه كل هذه الفوائد عندها واحد كتقوي المناعه. نعم، المواد الطبيعيه كلها تتقوي المناعه بما فيها المواد الطبيعيه، تنقصد بها جميع الخضر اللي ما فيهاش المواد، من الاحسن ما يكونش فيها مواد كيماويه، جميع الفواكه، جميع الفواكه الجافه حتى هي بحال التمر، الزبيب، البرقوق اليابس، المشمش اليابس، اللوز، القرقع، وما ننساوش حتى زيت الزيتون اللي عندها زيت الزيتون الطبيعيه اللي عندها دور مهم في الصحه ديالنا، والعسل الحر. كل شيء هذا الشيء ما كاينش شي غذاء بوحدو اللي تيقوي المناعه، هو كاين مجموعه ديال المكونات الغذائيه اللي خصنا ناخذوها بكميه معتدله، ماشي بدون افراط ولا تفريط، باش يكون واحد ليكيليبغ في داك الشيء اللي تناكلو في الحصه الغذائيه اللي تناخذوها يوميا باش نقويو المناعه ديالنا. وما ننساوش اننا باش نقويو المناعه كذلك خصنا نشربو الماء، حتى شرب الماء تيساعد على المناعه، تيخصنا نعسو مزيان، ومن احسن في الليل لان النعاس ديال النهار ما تيعوضش النعاس ديال الليل، تيخصنا نعسو واخا غير 4 5 ساعات في الليل باش المناعه ديالنا تكون مزيانه، وحتى المورال ديالنا المزاج ديالنا خصو يكون جيد وفي مستوى عالي ومتفائلين باش المناعه ديالنا حتى هي تكون مزيانه، ونحاربوا ونتصدوا لهذا الوباء العالمي اللي هو كوفيد 19. شكرا دكتوره، بارك الله فيك، كنتي معنا على قناه شوف تي في. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، كنا مع الدكتوره فتحه الغدوري، الطب العام، تخصص التغذيه، الامراض، السكري. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، الى اللقاء في لقاء مباشر اخر.